up everyone, welcome back. السلام عليكم, جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم لاشين تاعي. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده, وصفه نتاع البريوش, المحشي بلا كريم باتيسير كيما تاع المحلات. يجي هايل بزاف. ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو, واذا راكم تابعوني بور لا بروميير فوا ما تبخلونيش بابوني وديروا لي جيم وتبارطاجيو كاع مع لي زامي تاعكم. So today I'm back with an easy and delicious brioches with custard. It's so easy to make, just follow the ingredients with me. دونك هنايا المكونات, راح نبدا بالحليب. عندكم زوج كيسان تاع حليب يكون دافي, بغرفه كبيره تاع لا لوفور بولانجير, une pincée de sel, واحد بياض بيضة, خمس مغارف كبار تاع السكر, خمس مغارف كبار تاع الزيت, مع الملون الغذائي الأصفر, ولا تقدروا تستعملوا الكركم. أنا استعملت هنايا الكركم, تقدروا تاني تستعملوا لو سافرون, ومغرفة صغيرة تاع لافانيون بودغ ولا الليكيد. نخلطوهم تري بيان ونزيدو عليهم الفرينه شويه بشويه حتى تحصلوا على اون بات تكون تمسك روحها بصح تكون متلاصقه. So for the ingredients I used 2 cups of warm milk, 1 tablespoon of dry yeast, 1 tablespoon of vanilla powder, 1 egg white, 5 tablespoons of sugar and 5 tablespoons of veggie oil. I mix everything together. Then I started to add my flour continuously until I get a sticky dough. هذا هو القوام تاع لاباط تاعي, لازم تكون متلاصقه هكذا بزاف. نجمعها بالزيت, نغطيها ونخليها تخمر لي 15 مينوت ونولي ليها. هنا خلاص كي خمرت لي لاباط تاعي, راح نشمخ يديا بالزيت, ندي غازيها شويه, ابرا راح نقطعها لخمس حبات. باسكو انا رايحه ندير خمس خبزات. نتوما ولا بغيتو تنقصوا لا كونتيتي تقدروا ديروا غير كاس واحد تاع الحليب, ولي زانغغيديون الاخرين ديروا لا ميم شوز, ما تنقصوش, سي لا ميم شوز. ولا بغيتو تزيدوا لا كونتيتي زيدوا كاس واحد تاع الحليب, بصح لي زوتغ زانغغيديون السكر ولا فاني تو ما تزيدوش وما تنقصوش, توجور سي لا ميم شوز. Once my dough is raised, I cut it into 5 pieces. Then I'm gonna start to form my brioches. بديت نيطالي لاباط تاعي, سيو ما تيطاليوهاش رقيقة بزاف, وشاك فوا ديروا الفرينة باش تعاونوا روحكم, سينو راح تلصق لكم سور لو بلان دو ترافاي تاعكم. ومن بعد واش راح ندير, راح ندير دي تري هكذا بهاد الجرارة ولا بالموس, نروليها يعني نفورمي لا بريوش تاعي ونديرها في البلا تاعي. هنايا راح نزيد لكم وحده, ست فواسي راح نديرها على شكل هلال, وانتوما تقدروا ديروا الشكل اللي حبيتوه. راني هنايا خلص شكلتهم كاع, راح نخليهم يخمروا هكذاك 10 مينوت ونولي ليهم.
خلاص كي خمروا لي راح ندير لهم شويه نتاع البيض الانجون دوف ومع شويه نتاع الحليب خلطتهم. نستعليهم شويه نتاع جلجلان. ابرا نديرهم للفرن على 180 درجه حتى يولي لكم يولوا لكم دوغي من الفوق ونحيوهم. خلاص البريش تاعي راه طاب وخرج لي ما شاء الله جهشيش بزاف ولا كولور تاعو جا صفر كيما اللي نشريوه برا. دوكا واش راح ندير؟ راح نفرسيه بلا كريم ديبلومات. هاد لا كريم ديبلومات واش ندير فيها؟ ندير نبريباري شويه تاع لا كريم باتيسير والمكونات تاع لا كريم باتيسير راح تلقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله. ومن بعد نزيد شويه تاع لا شونتيي نخلطها مع هذيك لا كريم باتيسير نخرج لا كريم ديبلومات تاعي. نكمل نفرسيهم كاع وندير لهم شويه تاع لا جولي مع شويه تاع سكر غلاس من الفوق جوست بور لا ديكوراسيون. نولي لكم. So as you see my brioches are ready. I'm gonna fill them up with some custard and for the custard you will find the ingredients in the line description below. هنايا كيما العاده راني نقسم لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات في الداخل. ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو وتسيو وهذه الوصفه ان شاء الله. صحه سحوركم وصحه فطوركم. باي باي. سيو في الفيديو الجاي ان شاء الله. So this is the end of my video. Thank you so much for watching. I hope you guys will like this recipe. Don't forget to subscribe, press the like button and turn on the notification bell for more videos. Bye bye.